بخصوص ضربه الجزاء، عايز احكي لك على ضربه جزاء في مباراه المقاولين، وحصل كده ايه، لا انا هشوط، لا انا اللي هشوط، ودخلت وخدت الريسك وشطها. وكابتن احمد سامي اتسال على الموقف ده، قال لك اهم حاجه الكوره جت، يعني اللي جوه الاوض بقى ده حاجه ما ينفعش ان انا اقول للاعلام. ايه اللي حصل بصراحه بعد ضربه الجزاء دي؟ والله هو الكابتن قبل الماتش دايما بيقول اسامي مين هيشوط، رقم واحد او رقم اتنين. فهو في المحاضره بتاعت الماتش قال عمرو كلاوه وفادي فريد، فانا يعني سمعت فادي الاول. لا ما سمعتش فادي الاول، بس بصراحه كان عندي رغبه ان انا اشوط ضربه جزاء، وبالذات ان انا كان اسمي محطوط في الـ في الـ في الاسامي بتاعت الناس اللي ممكن تشوط ضربه الجزاء، فكنت حابب ان انا اسجل يعني، ويبقى اثبات وجود ليا. والحمد لله يعني تحملت المسؤوليه، والحمد لله ربنا الحمد لله نجيت. الحمد لله نجيت، عشان كان زماني قاعد في البيت دلوقتي. المنافسة في الدوري السنة ده فادي شايفها ازاي؟ يعني من زمان ما شفناش الاسبوع ال 24 البيراميدز الاول، زد امبي، المصري، يمكن الاهلي والزمالك عندهم مؤجلات، بس يعني ما شفناش الشكل ده من زمان في الدوري العام. والله مصر انا شايف ان ده راجع في الاخر لان مستويات اللعيبه بقى فيها بقت قريبه شويه من بعض. الفروقات موجوده بس مش كتير. في فروقات ماديه في الانديه، وبرده الحته اللي هي الجماهيريه، ان في انديه اصحاب جماهير وفي انديه ماديا مستقره، ما بيبقاش عندها جماهير بس ماديا مستقره. فده بيخلي المنافسه ما بين كل الفرق. لو انت عندك ميزه في حته معينه، فانا عندي ميزه في مكان في حاجه تانية. يعني فرقه جماهيريه، الفرقه التانية اللي مش جماهيريه عندها ميزه في الجانب المادي. ففي الاخر انت بتقدر تنافس الفرق كلها، بيبقى في بينها وبين بعضها منافسه. زي ما انت بتقول، انت من فتره كبيره ما شفتش بيراميدز اول وانبي في المربع، والاتحاد من فتره كبيره، وزد لسه فرقه صاعده من الدرجه الثانيه وبتنافس في المربع. فده يقول لك، واحنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس، خامس سادس، فده يقول لك ان المستويات بتاعت اللعيبه قريبه، وان المدربين كلها بتنزل الماتشات بتلعب على الثلاث نقط. مفيش مدرب دلوقتي بينزل يقول لفرقته انا النهارده عايز اخد بونت من الماتش. كل المدربين يعني مش عايز، والله مش عايز اكون بتكلم على كابتن يعني او، بس هو دايما بينزل اي ماتش باللاعب الاهلي، باللاعب الزمالك، باللاعب يعني هنلاعب بيراميدز الماتش الجاي، دايما بيتكلم مع الفرقه انا نازل عايز اخد ثلاث نقط. فده بيدي دفعه قويه طبعا للفرقه، وبيخليك ان انت نازل تلعب على المكسب. وارد انك ما تكسبش، بس رغبتك ان انت اصلا عايز تكسب، فاوقات كتير قوي بتكسب. والله هو بحكم اللي شفناه الفتره اللي فاتت، ان دايما الاهلي والزمالك بيرجعوا وبيبقوا منافسين، وهم في الاخر البطوله بتبقى ما بينهم. بس انا شايف ان بيراميدز السنه دي يعني بيأدي موسم مختلف عن كل السنين اللي فاتت. عندهم رغبه كبيره، وعندهم يعني تسعه مكسب متتالي، فده دليل ان هم السنه دي بشكل مختلف، ما اعتقدش ان هم عملوها قبل كده. فشايف ان المنافسه هتبقى صعبه، بس بصراحه ما اقدرش يعني ما اقدرش اقول ان الاهلي او الزمالك الدوري هيبقى براهم. حاسس ان الموضوع هيبقى صعب، بالذات ان دلوقتي خلاص الاهلي والزمالك اتفرغوا للدوري. يعني كان ممكن الدوري يروح لبيراميدز لو الاهلي والزمالك وقعوا في ماتشات كتير وبطوله افريقيا بتتلعب.